رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هقولك القايمة النهائية لمسلسلات رمضان 2023 مع قنوات العرض. بس قبل ما أبدأ عايزكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. مسلسل معانا في حلقتنا النهارده هو مسلسل سوق الكانتو، واللي هيكون من بطوله امير كراره ومي عز الدين، واللي بيتعاونوا مع بعض للمره الاولى. والمسلسل هتدور احداثه في اطار شعبي في فتره زمنيه قديمه، واعتقد المسلسلات اللي بتدور احداثها عن فتره زمنيه قديمه بتكون محببه عند كتير من الجمهور. والمسلسل هيكون من تاليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي، وهيتم عرض المسلسل على قناه الحياه. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل العمدة، واللي هيكون من بطولة محمد رمضان وزينة. والمسلسل هتدور احداثه عن جعفر العمدة اللي بيعيش في حي السيدة زينب وبيتزوج من اربع سيدات في اطار اجتماع درامي. والمسلسل هيكون من تأليف واخراج محمد سامي، ومحمد رمضان ومحمد سامي كانوا تعاونوا قبل كده في الدراما في مسلسل الاسطورة ومسلسل البرنس، والاسطورة والبرنس حققوا نجاح عند الجمهور. ولكن هنا السؤال، هل مسلسل العمدة هيحقق نفس نجاح البرنس والاسطورة ولا لا؟ ومسلسل العمدة هيكون سيناريو وحوار مهاب طارق، وهيتم عرض المسلسل على قناة دي ام سي. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل الحج اكسلنس، واللي هيكون من بطولة محمد سعد ويزو. والمسلسل هتدور احداثه في اطار كوميدي اجتماعي، ومحمد سعد هيجسد شخصية الحناوي اللي كان قدمها قبل كده في السينما في فيلم كركر سنة 2007، واللي اعتقد ان الشخصية دي ممكن يطلع منها كوميديا في المسلسل. والمسلسل هيكون من تأليف محمد نبوي وسامح سر الختم، وهيكون من اخراج سامح عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة سي بي سي. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل عملة نادرة، واللي هيكون من بطولة نيلي كريم واحمد عيد، وهتدور احداث المسلسل عن الدراما السعودية. والمسلسل هيكون من تأليف مدحت العدل واخراج مندور عدل، وهيتم عرض المسلسل على قناة سي بي سي. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل ضرب نار، وهو هيكون من بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، واللي بيتعاونوا مع بعض للمرة الثالثة بعد تعاونهم في مسلسل لآخر نفس ومسلسل اللي ملوش كبير. والمسلسلين كانوا حققوا نجاح عند الجمهور، ومسلسل ضرب نار هتدور احداثه في اطار اكشن اجتماعي. والمسلسل هيكون من تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل علاقات مشروعة، واللي هيكون من بطولة ياسر جلال ومي عمر، وهتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من إخراج خالد مرعي، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل صراع الفصول، واللي هيكون من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من اخراج اسلام خيري، وهيتم عرض المسلسل على قناة سي بي سي. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل المداح الجزء الثالث، واللي هيكون من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي، والمسلسل هتدور احداثه في اطار رعب. ومسلسل المداح اتقدم منه جزئين قبل كده، والجزئين قدروا يحققوا نجاح عند المشاهدين، وده اللي شجع صناعه انهم يقدموا جزء ثالث من المسلسل في رمضان 2023. والمسلسل هيكون من تأليف امين جمال واخراج احمد سمير فرج، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، واللي هيكون من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان. ومسلسل رمضان كريم الجزء الثاني هتدور احداثه في اطار اجتماعي عن الحارة المصرية في شهر رمضان. والمسلسل هيكون من تأليف احمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة دي ام سي. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل السفارة، واللي هيكون من بطولة أحمد أمين، وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل، وهيتم عرض المسلسل على قناة دي إم سي. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل حمد لله على السلامة، واللي هيكون من بطولة يسرى ومحمد ثروت، وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل بابا المجال، واللي هيكون من بطولة مصطفى شعبان ونسرين أمين، وهتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، والمسلسل هيكون من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد موسى، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة.
والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الكتيبة 101، واللي هيكون من بطولة آسر ياسين وعمر يوسف، وهتدور أحداث المسلسل عن التضحيات وبطولات هذه الكتيبة 101 في شمال سيناء وتصديها للإرهابيين خلال السنوات الماضية. والمسلسل هيكون من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل سر السلطان، واللي هيكون من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعداني، وهتدور أحداث المسلسل حول دراما تاريخية بين زمن الحملة الفرنسية على مصر والعصر الحالي. والمسلسل هيكون من تأليف يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل ستهم، واللي هيكون من بطولة روجينا، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني مستوحى من قصص حقيقية. والمسلسل هيكون من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الإمام الشافعي، واللي هيكون من بطولة خالد النبوي، وهتدور أحداث المسلسل عن قصة حياة الإمام الشافعي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف مريم نعوم وإخراج الليس حجه، وهيتم عرض المسلسل على قناة دي ام سي. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي هيكون من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل محارب، واللي هيكون من بطولة حسن الرداد، وهتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي، والمسلسل هيكون من تأليف محمد سيد بشير، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الهرشة السبعة، واللي هيكون من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين، وهتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل جميلة، واللي هيكون من بطولة ريام حجاج، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وهيتم عرض المسلسل على قناة أون. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل مذكرات زوج، واللي هيكون من بطولة طارق لطفي، وهتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج كريم نادي، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل عودة البارون، واللي هيكون من بطولة حسين فهمي، والمسلسل هيكون من تأليف وإخراج سامر خضر، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل الأجهر، واللي هيكون من بطولة عمرو سعد ودرة، ومسلسل الأجهر هتدور أحداثه في إطار شعب اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل تغيير جو، واللي هيكون من بطولة منى شلبي، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل رشيد، واللي هيكون من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، وهتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وهتكون عدد حلقات المسلسل 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل حضرة العمدة، واللي هيكون من بطولة روبي ومحمود عبد المغني، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل هيكون من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بطن الحوت، واللي هيكون من بطولة محمد فراج وباسم سمرة، وهتدور أحداث المسلسل عن أخوين وتحدث بينهم حكاية زي حكاية قابيل وهابيل، والمسلسل عدد حلقاته هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف وإخراج أحمد فوزي، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل توحة، واللي هيكون من بطولة علا غانم، واللي غايبة عن الدراما من فترة، وهيتم عرض المسلسل على قناة الحياة. والمسلسل اللي بعد كده معانا هو مسلسل كامل العدد، واللي هيكون من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والمسلسل هتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وعدد حلقاته هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من تأليف يسر طاهر ورنا بوريش وإخراج خالد الحلفاوي، وهيتم عرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل تحت الوصاية، واللي هيكون من بطولة منى زكي، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، والمسلسل هيكون من تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وهيتم عرض المسلسل على قناة دي ام سي.
والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل اخر الزمن، واللي هيكون من بطولة فيفا عبده واحمد عبد العزيز، وهتدور احداث المسلسل في اطار درامي اجتماعي، والمسلسل هيكون من اخراج ايمن فؤاد، وهيتم عرض المسلسل على قناة النهار. والمسلسل الاخير معانا في حلقتنا النهارده هو مسلسل ساعه الصفر، واللي هيكون من بطوله مصطفى خاطر، وهتدور احداث المسلسل في اطار كوميدي، والمسلسل هيكون من تاليف ايهاب بليبل واخراج شادي الرملي، وهيتم عرض المسلسل على قناه الحياه. وبكده اعزائي المشاهدين نكون عرفنا القائمه النهائيه لمسلسلات رمضان 2023 مع قنوات العرض. اكتب لنا كومنت وقول لنا ايه المسلسلات اللي هتتفرج عليها في رمضان 2023. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد هنا على قناتكم قعدة سيما. ودلوقتي بقى سلام.